السلالة، وقال الحق سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هنا السمكة، ما نشوف السمكة مع بعض كده، نشوفها. أدي السمكة، أدي بطنها، هل البطن تحت أم فوق أم في الجنب أم فين؟ هنا الدماغ وهنا الذيل. السمكة مشوقة، نصها كده ونصها كده، جايب بالنص جوه النص الجواني اهو. ونيجي نشوف الظهر بتاعها، ادي الظهر، ادي الظهر، البطن اهي، ودي كلها ظهر. والسل بتاع الظهر اللي بيبقى على ظهر السمكة موجود اهو من فوق، ونفس السل موجود برضو ايه على ظهرها، من على نفس الايه الجزء الثاني من تحت. وهنا الديل اهو، بص حتى السمكة تلاقي من كل السمكة على طبيعتها اهي، لو ضمتها كده تبقى شبارة، لكن لما اتفلقت بقت عاملة ازاي. تيجي نيجي نبص هنا حتى في العين نفسها، العيون، سبحان الله، ادي العين، ادي عين اهي، والعين التانية فوق منها. لما تيجي تبص لو جت ضمت سمكة تلتقي العينين الاتنين قصاد بعض، لكن لما العين لما تيجي تتفتح كده نصين، تيجي السمكة تبقى قصاد نصين، يبقى العينين الاتنين فوق بعض، ادي عين وادي عين. بص كده العيون، ادي عين اهي، والعين التانية فوق منها اهي. لو ضمت السمكة تبص العين في الناحية التانية وعين في الناحية دي، وحتى فتحة العين نفسها، فتحة العين نفسها تبص تلاقيها تحت، وهنا فتحة العين نفسها تلاقيها فوق. لما تيجي تضم السمكة تلتقي العين اللي فوق قلبت لتحت، تبقى السمكة طبيعية. شوف دماغ السمك اهو، نفس الشبارة، هي الشبارة نصها، نصها ماشي اهو، طوال اهو. لما تيجي تضمها الاثنين تبقى شبارة، يبقى نفس الظهر هو، والبطن تبقى هي نفس البطن اللي تحت، وده الظهر بتاع السمكة من فوق. لما تضمه كده تبقى بطنه كله على بعضه. بص كده تلتقي ديل السمكة ماشي، والنص هو النص، تيجي تضمه على بعض نفس الشبارة. لكن لما تيجي تبص للسمكة نفسها بقى من الناحية التانية تلتقي السمكة اهي، ادي النص، ادي عين اللون على مفتوحة من فوق اهي، اهي بص سبحان الله. السمكة اهي، والبطن بتاعتها اهي، بطنها قد ايه؟ لما تيجي تضمها تلاقي دي تضم على دي بقى بطنها، ونفس السمكة نص السمكة، حتى لما تيجي تركز فيه تلتقي نص السمكة اهو، مشوقة نصين بالظبط. لكن الله أحياها بحيث يوريها للإيه؟ للعالم كله والأجيال آلاف السنين وملايين السنين تشوفوها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سبحان الخالق، تبارك الله أحسن الخالقين. نص السمكة بالظبط، مفيش واحدة جاية نصها زيادة ونصها ناقص، ده بالظبط. حتى النغشيش، شوف النغشيش اهي، لو جينا نفتح النغشيش من هنا مفيش، نيجي نفتحها من هنا فيه اهي، نغشيش السمكة اهي، والناحية التانية اهي مفيش. يعني حاجة، يعني سبحان الخالق.